اسمي بدر المنيعي، ملقب بالبيدرو، مقطن في مدينة سيفاس، أعمل في صالة فروي قصرية. العمر ديالي 29 سنة، ندخل إن شاء الله في 30 سنة في شهر 3. عشت بزاف ديال التجارب صغري، يعني عشت ظروف قاسية بعدا من الابتدائي وانا عايش جوا، كنسافر السواق كذا، يعني كنقرا وكنسافر كنعمل. انا الهوايه ديالي هي السفر والعمل والتجاره، و ما جابش الله في القرايه، درنا التكوين، شدينا هذاك الدبلوم ديال التكوين ان شاء الله، كنا في صالة فروي كنخدموها على طريق الخبز. الدراسه بحالي كانت كتجيني مملة، كتعصبني، وباش تجاوزها واحد الظروف قاسية. المجتمع كل واحد شنو كيشوف، يعني إلا كنت نتايا تايق في راسك وكذا، يعني المجتمع ما كيهمنيش أنايا، كيهمني راسي أنايا. أنا كنعيش أحسن من أي واحد. علاش؟ لحقاش أنا دوزت المسرح وكذا، يعني كنتقبل أي هضرة عند أي كليان، أي انسان كما كان نوعو كنتقبل الهضره ديالو. حاله ماديه الحمد لله، عايش حاله بسيطه، عايش مع مالي في الدار دويره، كنحطو طريف طريف كما الله يسهل. هاد الخدمه قليل الانسان اللي يخدمها، صعيبه بزاف، باش تقبل الناس باش تجلسهم، ويعني كتعيش مشاكل مع اصدقاء وكذا، يعني صعيب باش تخلي الناس تجلسهم وتوكلهم. يعني انا مريح فيها، مش مريح كي راني مشيت بحالي بقوة الاعصاب. ما كنتيقش في هذه الجمعيات كاع اصلا، يعني ما كيقدروش ظروف الانسان كذا، يعني هما اصلا هما كيبغوا ياخذوا من عندك باش لا يقدر يعطيك شي بركه، خليهم ياخذوا من عندك اكثر من داكشي اللي يعطيو. يعني انا دوز مع جمعيات كذا وهادي، ولكن ما بزاف الاحلام عندي انايا، يعني الاحلام ديالي هي نكون شي مبتسم، نكون شي شهره. المهم تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.